نقل جثمان رئيس تشيكي السابق فاتسلاف هافيل إلى قلعة براغ، حيث سيدفن، وذلك في موكب جنائزي. تقدمته أرملة الراحل وشقيقه إيفان ورئيس تشيكي فاتسلاف كلاوس وأصدقاء الأسرة والمقربين، إضافة إلى آلاف المشيعين. هافيل الكاتب المسرحي السابق الذي وفاته المنية يوم الأحد المنصرم عن عمر يناهز 75 عاماً، تم حمله في عربة مزينة بالأزهار تجرها الخيول، وصاحبه حرس شرف مؤلف من 200 جندي. وأعلن اليوم في تشيك بداية فترة الحدث التي تستمر 3 أيام على أن تعقد مراسم أول جنازة رسمية في الدولة منذ الاستقلال. ولهافيل كأول رئيس تشيكي الجمعة المقبلة في كاتدرائية سانت فيتس في براغ بحضور شخصية بارزة من جميع أنحاء العالم.